فيقلك انا جاي من السفر تعبان وعايز استريح واقضي فترة النقاهة هنا، وكمان منطقة ما تقدرش تسيب هنا غير لما تخلف. غير لما تخلف وهو ياخد نقاها. ماشي ماشي، هنعمل ايه هنعمل ايه هنعمل ايه؟ الو، ايوه حضرتك صح. طبعا فاكرك يا دكتور طبعا. لا 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 لا، يعني من الفرحه. متشكر قوي يا دكتور، متشكر، مع الف سلامه، مع الف سلامه، مع الف سلامه. مين الدكتور ده يا عادل؟ مين ده يا عادل؟ ده يا ستي الدكتور بتاع مرات ابويا الست منطيعي. الله، وعرف تليفونك منين وعايز ايه؟ عرف التليفون منها اكيد يعني، وبيقول ان الحمل بتاع منطيعي طلع كاذب. التحاليل اللي كان عاملها عشان منطقي طلعت تحاليل واحدة تانية هي اللي حامل، ودي مش حامل ومفيش أي حمل خالص، ودي كاذب كاذب. أما البطن منطقي الكبيرة دي إيه؟ ما بيقول لك يا ستي البطن دي طلعت عبارة عن انتفاخات. حملي كاذب؟ أنا كنت عارفة يا زي إنك بتضحك عليا. أنتوا الاتنين بتضحكوا علينا وبتكذبوا علينا، ومتهيألي دلوقتي مفيش أي مبرر لوجودكم. مادام طلع حمل كاذب مش مستنيين إن هي تولد ولا إيه يا بابا؟ إيه ده إيه ده إيه ده يا عادل؟ أنت بتطردنا؟ بترككوا يا بابا بترككوا. عاجبك كده يا سناء؟ أيوه عاجبني يا بابا. إنعام؟ أيوه عاجبني. يلا يا بنتي يلا بينا. لا انا مش هتحتح من هنا لما اسمع راي مجيده. يا سلوب. ايوه طبعا، يا ريت بقى تعملوا مردودات. تشكرات تشكرات. يلا يا اختي. انت عارفه انهم لمامة ودون وواطشين، انا عارفاهم اكتر منك. يلا 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 يلا. مع السلامه يا بابا. يبقى تعالى لنا لوحدك يا بابا. ها، مع السلامه يا بابا، مع السلامه.